اكدت وزاره العمل حرصها على القيام بدورها في تنظيم العلاقه بين اطراف الانتاج مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوفير الدعم للعماله وفقا للانظمه والتشريعات العمليه المتطوره والمتوافقه مع قوانين العمل الدوليه وقالت الوزاره ان توفير الامن والاستقرار الوظيفي للعماله الوطنيه يقع على راس اولوياتها مؤكده ان السياسات الحكوميه الجاذبه للاستثمار قد عززت من استقرار سوق العمل في مملكه البحرين الذي يشهد نموا متزايدا في توليد الوظائف وخلق فرص العمل للمواطنين